وجودنا اليوم هنا لنعترض على إرسال شحنة تقدر بضعف على سكان البحرين وقدرها 1.5 مليون من الغازات السامة التي عانى منها شعب البحرين. وبذلك قدمنا عريضة، كتبنا عريضة لسفير كوريا وقدمناها له، واستأذننا بالدخول فسمحوا لنا بالدخول للصالة الرئيسية، وطلبنا مقابلة السفير أو نائبه أو أي مسؤول لإيصال هذه العريضة لوزير خارجيتهم في بلدهم ولإبلاغ حكومتهم عن امتعاضنا. إلا أنه ومع شديد الأسف قوبلنا برفض تام لإيصال هذه الرسالة أو حتى استلامها أو حتى السماح لنا بأخذ الرسالة هذه إلى سفيرهم أو إلى نائبه. بل إضافة إلى ذلك تم استدعاء الشرطة لنا لإخراجنا من الصالة الرئيسية للسفارة التي سمح لنا بالدخول إليها بإذنهم. نعتقد أن هذا إجراء غير صحيح، وأن كوريا تقوم بمعاقبة شعب البحرين وأنها ستتحمل مسؤولية ذلك، وعليها واجب قانوني وأخلاقي في حماية أرواح شعب البحرين من هذا الموت السام الذي ترسله وتبيعه حكومتها إلى حكومة البحرين الظالمة، التي ما بدأت تستخدم هذه الغازات لقتل الأنفس وقتل الأجنة داخل الأرحام ثم استهداف البشر في أماكن قاتلة حساسة مباشرة أثناء اعتصاماتهم السلمية. نحن ندين وبشدة شحن هذه الشحنة إلى البحرين من قبل كوريا، ونطالبها بوقفها فورا، ونحملها مسؤولية ذلك مستقبلا.